صباح النور عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم تشوفوا الفيديو ديال اليوم، تحضيرات السفر والسفر والوصول ان شاء الله الى المغرب. دونك جمعت لكم كاع داكشي اللي درناه في هاد الايام اللي هما دازوا قبل السفر ان شاء الله. وهادو هما الفيتامينات اللي انايا تنخوض اللي تعطوني قوه والنشاط الى بيت السفر، وحتى في الايام حيت نكون فيهم عيانه نسيت باش نقدر نتحرك. فنرجع عاوتاني لفيد نتاع بين ساعي كما قلت لكم في الفيديوهات اللي هما فاتوا. فاما تنخذ هذا، غير هذا ممنوع على السيدات اللي هما حاملات والسيدات اللي هما تيرضعوا والسيدات اللي فيهم المرض ديال القلب كاع الناس. او تنخذ هذا اللي هو عباره عن لو فيغ، هذا تاع ديفيرون بلا فيتامين بي 9. مره فاتوا نخذ تاع ديفيرون هذيك الفيتامين بي 9 ولكن ما كاينش عندهم في الفارماسيين. اما هذا او هذا، ولا خدت هذا فهو تيعصمني بزاف بزاف. تنخذ معاه لويبار، الماء تيتسمى الماء ديال ليبار، راه غادي تلقاوه في جميع المحلات التجاريه. هو تيسرح الكرش، الا عندكم الكرش قاصحه، الا عندكم تيعصمكم شي دواء، قلبوا على هذا الماء هادي فهو رحمه. دونك هذا يا حبيبات بالنسبه للناس اللي ما تيفهموش بعض الكلمات باللغه الفرنسيه، هذا تيليق لفقر الدم. وكما قلت لكم في الفيديوهات اللي هما فاتوا فممكن لكم تشريو في الفارماسي، ولكن خاصكم ديروا تحليله ديال الدم ابخي جوستون، وشوفوا واش فيكم فقر الدم او ما فيكمش فقر الدم. لحقاش الا فيكم فقر الدم فهو اللي تيسبب في العياء، هو اللي تطيح لكم الشعر، هو اللي تيكسر لكم الاظافر نتاعكم، هو اللي تيخلي البشره نتاعكم ماشي بصحه اللي هي جيده، وخصوصا خصوصا خصوصا تجيك سخفه تسخفي بزاف. من بين تحضيرات السفر هي الاهتمام بالنفس. دونك اول حاجه درتها هي صبغت شعري. دونك هذه هي النمره اللي درت انا. الى غادي يعجبكم اللون بقاو معايا باش تشوفوا اللون كيفاش غادي يجي. هذه النمره 7 وتشوفوا معايا كيفاش تيجي لوين في الشعر، وغادي نوري لكم حتى طريقتي في صباغه الشعر في المنزل. ديريها في نص ساعه انت صبغتي شعرك وغسلتيه، يعني ما تلقايش بزاف ديال الوقت. ديما الا كانت اول نبغه بغيتي تصبغي شعرك ديما خاصك تقراي داكشي اللي كاين في العلبه في اللور نتاعها. كيفيه ديال الاستعمال سهله جدا، تتخلطي هادي دايره كي واحد البوماده هذيك القريعه الصغيره، وخاصك هنا تجي العمليه ضروريه جدا اللي هما خاصك تخلطيهم مزيان 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 حتى يتجانسوا مزيان مع بعضياتهم باش يجيكم اللون زوين. شاركوني التحضيرات نتاعكم الا كنتو مثلا مسافرين للمغرب او تونس او الجزائر، تشوفوا هكا الاهل نتاعكم والاحباب نتاعكم اش تديروا الحوايج اللي ضروريين خاصكم ديروهم. دونك هنايا بالنسبه لصباغه ديال الشعر فتنبدا دائما بلي غاسيل، بما انني ديجا صبغه شعري تنخليهم واحد 5 ديال الدقائق او 10 ديال الدقائق على حسب لي غاسيل نتاعك وعلى حسب كيفاش انت بغيتي يولي لك اللون نتاعهم، عاد تنصبغ داك الطرف التحتاني. صباح النور، كي دايرين؟ انا رجعت لكم في اليوم الموالي باش نوري لكم الريزلت ديال لا كولوراسيون اللي درت معاكم البارح. دونك بالنسبه للوين فكما تشاهدوا راه زعما خرجت باش نصور لكم في الشمس باش تشوفوا اللون الحقيقي. الا صورت لكم في المنزل غادي تشوفوا اللون ماشي حقيقي، تيكون شويه في الدار ما تيكونش الضوء، تيكون شويه مغلوق. بالنسبه لهاد النوبه هادي حسيت بان يمكن بدلوا فيها شي حاجه، بان لوريال ما حرقات ليا شعري ماشي بحال النوبات اللي هما فاتوا. لحقاش الناس اللي هما متبعيني على قناتهم فغادي يعرفوا بان كنت درتها واحد النوبه وقلت لكم بان حرقات ليا شعري. هاد النوبه هادي حسيت بانها ما حرقات ليا شعري، بل بالعكس يمكن لحقاش انا ما خليتهاش بزاف في الشعر نتاعي، يمكن لحقاش انا يعني جي سويفي فريمون داكشي اللي داروا بالدقيقه. قالوا لي خلي في لي غاسين 20 دقيقه، خليت في لي غاسين 20 دقيقه وخلي في الاطراف لتحت خلي فيهم 10 ديال الدقائق.
واش تقترحوا عليا الوان وحدين اخرين على قناتكم الوينات وحدين اخرين؟ اقترحوا عليا الالوان نتاعكم لتحت في التعليقات. الوينات اليوم يقبروا يجيو معايا. ما عرفتش يبان لكم شي حاجه ولا ما تيبان لكمش، اللي كنت نظن بانه راه تيبان لكم، لا كاع عاوتاني ما نصور لكم في الدار. هنايا درنا مفاجأة صغيرة للميساء بما أنه العيد ميلاد نتاعها، دونك العيد ميلاد نتاعها شو شوية داز وما درنا ليهاش عيد ميلاد، ما شاركت لكم حتى حاجة على قناة سما، وقلنا ندخلوا لها شي حاجة ديال الذهب دير خريصات يعني تقبل لو ديني نتاعها. شوفوا معايا كيفاش غادي يجي فريمون زويون. Bien de face, très bien, sans bouger. Moi, je fais mes petits points. Moi, je me positionne. Courage. Pour entendre le petit bruit. Et c'est fait. Donc on fait pareil de l'autre côté. Non, bien de face toujours. Très bien. Moi je me positionne sur ton oreille. Tu vas entendre le petit bruit. Et c'est fini. دونك واحد السيده اللي سولتني على هاد السيروم هذا اللي خديت مؤخرا ديال كودالي، واش زوين او ما زوينش؟ انا لحد الان باقي تنتيستي فيه، ما شفت حتى حاجه زعما دايره فوق الوجه نتاعي، ولكن الراي النهائي غادي يكون ان شاء الله من بعد ما نتسالي ونقول لكم واش زوين، واش لاق ليا او ما لاق ليش. صباح النور، صباح الخير. الله خويا خويا لاتي الله يتعرف منهم. دونك بالنسبه للفلوغات ف هادو هما الفلوغات نتاعي، يعني صيغه نقعد هنايا نشرب قهيب، ولكن الطبله لحقاش نزلت الشتا البارح فموسخه، نحط قهوتي هنايا نمسحها من بعد. يا صباح النور وصباح الخير وصباح السعاده وصباح كل ما هو جميل. هاد الفيديو ديال اليوم فغادي نخرجوا ان شاء الله اليوم في الليل، غادي نخرجوا عندنا الديبار مع 11 ديال الليل، وغادي تكون عندنا ليله بيضاء. غادي نباتوا في المطار، المطار غادي نباتوا فيه حيت عندنا طياره مع 6 ديال الصباح ان شاء الله، ولكن غادي تدوزوا معايا النهار نتاعي اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا يلاه نط ودوزت واحد الليله ربي اللي عالم بها
مع سوريا نط لينا لحقاش دابا كما قلت لكم فحيدنا ليها لي كوش وتتنوض في الليل تتخلع وتتبي دير بيبي حاشاكم وخاصنا نوضها ونجيها ويعني تتكسري النعاس نتاعك شحال من نوبه. وقع لينا واحد المشكل ما توقعناش نزل علينا على هذا الراس. المهم غادي تشوفوا تفاصيل ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم. غنشرب قهوتي قبل ما يجيو الدراري. تبارك الله عليهم ما تيخليوك ديري باقي والو. نشرب قهوتي او اون بريباري ان شاء الله ديبار انصومبل لي بارتي. دونك سوف نودع مع بعض لاسبيراتور اللي عاشت معنا فتره طويله. ترست ما ترست. المهم بالنسبه لا مارك باش تشوفوها مزيان لا مارك بوش جي ال 30 شحال هي كاينه عندنا يمكن شي عامين. هادي كيفاش كانت في الاول تخدم مزيان ابري مع الـ ما نكذبش يعني ضربات معنا مسكينه جهدات معنا الثمن نتاعها ثمن اللي هو زوين. دابا زعما حاولنا مع كاين بعض المرات ما تاسبري والو وحاولنا نحيد نديروا ليها نسدوها مزيان شويه درت لها انا كاع سكوتش باش نقدر نقضي بها اليوم ولكن والو صافي قالت لك صافي سلمت لكم امري صافي بركه. بعد ذلك فجفيت الكوزينه وتيبان لكم المشكل اللي وقع لينا قبل ما نمشيو هي الاله ديال غسيل الاواني فخسرات دات لبس دونك صرات وعمرات لينا دنياتي واحد الحاله كنت فيها البارح ما نقول لكمش عمرات ليا التحت ديال الكوزينه كله غير جاب الله. هما عباره عن بلانشيت شفتوا معايا بلانشيت تيتحيدوا وجفيت عاوتاني داك التحت عاوتاني كله ورمينا الات ديال غسيل الاواني. دابا خاصني نرجع وخاصني ضروري نشري عاوتاني اله ديال غسيل الاواني وحده عاوتاني جديده. بالنسبه لهذيك اللي خسرات لينا فضربات لينا يمكن شي نقول لكم واحد 6 سنوات فاش ضربات لينا ديال لا مارك بيكا ولا بيكو ما بيكا اما بيكا اما بيكو. دونك هادو من بين المشاكل اللي تيوقعوا سبحان الله العظيم. هادشي مشاكل عاديه ولكن حيت تكوني تتسافري ما تتكونيش معوله عليها فتتنزل لك مشكله. واحد نوباكا خسرات لي طوموبيل قبل ما نمشي للمطار. واحد النوبه خسرت لي لاسبيغاتور واحد النوبه عاوتاني دابا خسرت لينا الماكينه عاوتاني. المهم الحمد لله على لطف صدر ربي وداكشي اللي بغا صدر ربي الحمد لله ومرحبا به. المهم دابا غادي نخرجوا وغادي نشدوا الطريق في سلامه الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. ثالث حاجه خسرت لينا فهو الكريبان. دونك شريته هادي عامين باش شريته اش وقع عليه ما عرفناش اش وقع عليه. جينا بينا نشعلوه في الصباح وقع فيه واحد السيركوي في الداخل نتاعو شفنا بان الضو تيتعلي في الداخل نتاعو عاوتاني درناه طيح المكانه جوج ثلاثه ديال النوبات صافي. دابا راه واخا نديرو عاوتاني طيح المكانه عاوتاني من اول وجديد دونك خاصني عاوتاني نشري واحد اخر. باقي لينا شحال من فاليزه ما حطيناهاش. باقي واحد لا فاليز ليا كبيره ما حطيناهاش وباقي لينا جوج صغار والكوفر كما تشاهدوا معنا عامر. فين غادي نحطو الاخرين تنظن بانني ان هادو غادي يبقاو هكا. كاين عندنا وحده كبيره السفر وكيفاش تديري مع تنظيم الاكل انتيا مخشيه في لي فاليز ولا بغيتي تصايبي الماكله. دونك هادو هما لي غوسيت اللي انايا تندير رافيدي فاسيل كيما انا شاركت معكم المره اللي فات. فريمون تندير هكا دي تارتين تندير دي ساندويش شي حوايج اللي هما يكونوا مغذيين وفي نفس الوقت سريعين حيت ما عنديش اللي يعاونني بوحديتي يدي بوحديتي. تعرفوا الدراري فما تعرفوش ما تيديروا حتى حاجه يلاه ما يهزوك يزيدوا لك عاوتاني مشكل او هم على هم. المهم هنايا تندير دي تارتين وتندير فيهم فرماج. هذا الفرماج هذا فم منسم تنقبط لافوكا تطحنيها بحال هكا وتتبجيها غير بالفرشيطه وتديريها فوق الفرماج كما تشاهدوا معايا الان بالطريقه هذه وتديري فوقها سمك ديال السلمون. ممكن لكم تشرو كاع سمك ديال السلمون وتفرتوه فوق لافوكا وتعصرو هكا شو شويه ديال الحامض شهي وزوين. غادي في الطريق مثلا تديري وليدات احسن بكثير من شريتو شي حاجه ديال الزنقه.
والاقتراح رقم 2 هكا يا لي سفر، الا كنتو غاديين مثلا في السياره او بغيتو ديروا باش يدو معكم لي لانش بوكس هكا في الطياره او 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 دونك هاد او فيهر في الدار ما عندكمش بزاف ديال الوقت، دونك هنايا غادي ندير نفس لا غوسيت، يعني الباز ديال الفرماج ولا باز ديال لافوكا، غير غادي نعوض سمك ديال السلمون او السلمون المدخن بالبيض، غادي تقلي بيضه وغادي تحاولي تدوريها كما تشاهدوا معايا الان، حتى تطيب مزيان وتتهزيها تتحطيها فوق لافوكا وفوق داك الفرماج، تيجيو فريمون زوين. جربوا هالطريقه هذه السيدات اللي ما عندهمش الوقت، السيدات اللي هما عاملات وبغاو يدوا شي حاجه للخدمه نتاعتهم، السيدات اللي هكا بيسافروا اللي بيديروا هكا دي بيكنيك فريمون، او اللي تيجي الجوع في الليل مورا العشاء، او اللي بغى العشاء اللي هو خفيف. جربوا هذه الطريقه هذه سهله وسريعه وصحيه في نفس الوقت. اخر باليزه فهي هذه، وميسه ما عرفتش درت ليا هذه في الحق، بعدنا ساعتين ديال الطريق بالطوموبيل عاد نوصلوا للمطار، حطت ليا جوج دوديات مع هذا حتى هو هنايا، هذا ديال الولاد فولو كوكو. هنايا درت الحوايج، الا درت ماكينه خلاص ما غاديش نخلي حتى حاجه، ضرب بينوار نتاعي ودرتهم هنايا في الدار وسينس. دونك لبست هاد التيشيرت هذا ولبست معاه هذا، هادي درتها باش خلاص غير باش دوك الشعبيطات تحيدوا ليا فوالا ديال الحرير كما قلت لكم، دونك تنديرها درت هنايا كوت شوفال باش يحيدوا لي دوك الشعبيطات تيكونوا طالعين الفوق، فتنديرها حتى تنقرب نخرج وتنحيدها هاكا. اي دونك ليكم هاد السراول هادو البنات فريمون تري دي كونتراكتي وزوينين وعراضين، وغادي نلبس معاهم هادو، هذا كنت خديتهم من عند زهرة شحال هادي، وبالنسبه لهاد التيشيرت التيشيرت بازيك فهو من عند زهرة شحال هادي تخيبين. Et voilà. On est dans notre pointe de la sauce comme tu le sens. Voilà. Voilà, c'est focalisé. C'est focalisé à l'air. C'est bon? C'est mieux comme ça? Bon, c'est bien comme ça. Mais t'affiches ou pas? Non, ça. Sinon, on doit ouvrir la valise encore. نون تي بيان كوم سا، هادي بحال ماما سبحان الله العظيم، وقت ما تنمشي نشد في الطريق فتيكون فيها لو جو وما تعشيتش. On devait partir à 1h, il est midi, il est minuit 42, 45, ça veut dire
Il nous reste 15 minutes. Parce qu'il doit se réveiller. Moi, je sais pas ce que tu vas me donner mon pull, tu vas chercher la télécommande, tu vas me donner. Oh, bref, tu vas faire trop de trucs. Merci. Je l'avais tout la vaisselle. Drna nouba. Alors, si de mal, drna nouba. Voilà. C'était dur. C'était très dur. Au moins, خصها هي نص نص ما خصلاتوش يلا كملتو سيتي جو ما تحسش بالقيمه ديال الحاجه حتى تتمشي حتى تطبق ديالها حتى تقولي وما ديك الساعه تردوش البال تديري لي زاسيات وما محيتش وما داكشي بيرسون يلاف او فور يا ميزور تو موند ميك كوم سا دون لافابو فرانس كي كي سي ميرد سي موا بيان سور فوالا دونك غادي نتلاقاو معاكم حنايا في ما في السياره ما غاديش نقدر نفهم لكم شي حاجه ولكن غادي نتلاقاو ان شاء الله حيت نقربوا نوصلوا للمطار ان شاء الله للمطار ان شاء الله الرحمن الرحيم yes very good il me faut un pull et faut que tu prennes la télécommande faut que tu viennes mon téléphone le téléphone bleu s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît Repérez le panneau le plus proche de votre siège, il peut se trouver derrière vous.